هدف ربنا في حياة الإنسان إن الإنسان يبقى فرحان. من بداية الخليقة لما الله خلق أبونا آدم وبعد كده جاب أمنا حواء حطهم في مكان جميل علشان الإنسان يبقى فرحان. إنما بالخطية دخل الحزن. يعني آدم أبونا آدم لو كان قاعد في الجنة اللي عملها ربنا كان هيفضل فرحان ومبسوط، وأمنا حواء والقصة كانت هتبدأ تمشي بالتوالي وبالتتالي كده إن هما يكونوا فرحانين ومبسوطين. إنما بحسد إبليس دخل الشيطان وأصبح الإنسان يبكي كتير. حتى الطفل الصغير أول ما بيبدأ المفروض يضحك، مش بيضحك، بيعمل إيه؟ بيبكي. ده هدف ربنا حياة الفرح. الإنجيل بتاع النهاردة كلمة الفرح اتكررت 6 مرات. 6 مرات في إنجيل صغير، آيات صغيرة كده، كلمة الفرح اتكررت بس 6 مرات. 6 مرات كلمة الفرح اتكررت في الإنجيل النهاردة. نحط روشتة كده صغيرة من 5 كلمات، كل اللي في الكنيسة يكون عارف ال5 كلمات دول، ومش عارفهم بس ده يعيشهم أكتر. كلنا عارفين حاجات كتيرة، إنما لما نيجي نعيش ما بنعيش حاجات كتير. رقم 1، صمم إنك تشكر. صمم إنك تشكر. ما احنا بنشكر على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. في صلاة الجناز بنبدأ بصلاة الشكر، في صلاة الإكليل بنبدأ في صلاة الشكر، في صلاة القداس نبدأ بصلاة الشكر، هنصلي باكر صلاة الشكر، هنصلي عشية صلاة الشكر، هنصلي بعيد عنكم الثالث في البيت صلاة الشكر، هنصلي نعمل صلاة الطشت والمعمودية، كله بنبدأ بصلاة الشكر. صمم إنك تشكر، صمم إنك تشكر. واحد بيسأل واحد، أنا آسف اللفظ الكلمة اللي أقول، واحد بيسأل واحد إزاي الحال؟ قال زي الزفت. إنسان ده كان روحاني حلو يعني، فقال له طب حلو خالص زي الزفت، ده أنت مرحلة جميلة. قال له يعني يا عم، ده أنا بقول لك بتسألني زي حالك قلت لك زي الزفت. قال له أصل الزفت بتاع زمان ده هو اللي حافظ على موسى، مش أمه يكابت خدت السبت وطالته بالزفت ومشي في المية، ده أنت حالك حلو خالص زي موسى زي الزفت. لولا الزفت ده ما كناش شفنا موسى ولا معجزات موسى ولا عصا موسى ولا اللي خرج الشعب العبراني من وعدهم البحر الأحمر. حلو، قال له بس كده؟ قال له لا، انت حالك برضو الكلمة اللي بتقولها دي زي الفل كده يعني. طب هقول لك، لولا كده لولا العالم زمان اتحافظ عليه أيام أبونا نوح، أيام أبونا نوح ربنا قال له ابن فلك كبير، ابن سفينة كبيرة وطليها بالقار، ما القار اللي هو زي الزفت. قال له يا عم يعني عايز تقول لي إيه؟ قال له عايز أقول لك لما يكون حالك زي الزفت اعمل زي موسى اللي لما كبر بدأ يبقى كليم الله، اتكلم مع ربنا في الحال بتاعك، اتكلم مع ربنا. يا إما تعمل زي نوح. نوح ده دخل إيه؟ دخل الفلك، والفلك رمز لإيه؟ للكنيسة. الفلك رمز للكنيسة، كنيستك اللي تحميك، أسرارك اللي تحميك. تعبان تعال تناول، من فضلك لو متضايق اقعد معاه باعترافك وفضي نفسك قدامه. خلي حالك زي الفل زي الفل. صمم انك تشكر، صمم انك تشكر. احد الاباء قال كده، خلي نغمة حياتك نغمة شكر، نغمة حياتك نغمة شكر. في نغمات كتيرة في حياتنا، نغمة اسمها نغمة التذمر، نغمة اسمها نغمة عدم اللامبالاة والطناش، أنا آسف ما نقصدش الكلام يعني، بس في واحد يخلي نغمته نغمة شكر. تقول لي طب ما الكلام ده صعب في الحال اللي احنا عايشين فيه، في الاشترس اللي احنا فيه، في الضيقات اللي بنمر بيها. أقول لك اللي عمل بدلة، العلماء عملوا بدله يخلي الناس تطلع القمر صح ويعيشوا، مع ان القمر ما فيش اكسجين وبيتنفسوا، بيطلعوا بالبدله يتنفسوا، ويعمل لك بدله اسمها بدله الشكر تفضل عايش بيها لغايه ما تطلع بيها للسماء. اول كلمه، صمم انك تشكر، صمم انك تشكر في حياتك. مين ابونا اللي كان كل ما يجي واحد يقول له الساعه كام ويقول له نشكر الله؟ ابونا يوسف سلامتون. كان عنده يا ابو نصص عشان كل شويه يقول نشكر الله
عنده أوضة كبيرة بالتكييف، قالوا عليه راهب من القرن الرابع الميلادي، حيلته بجلبية وتشوفه يعني الواحد عسكري مرضيش يمس عليه زمان، وراح لقى البير ما فيهوش مية لما مرضيش يسلم على أبونا، وكان أبونا يحيى الكلمة دي نشكر الله نشكر ربنا، كل ما يجي واحد يقول له الساعة كام يقول له نشكر ربنا الساعة كام ونشكر ربنا. صمم إنك تشكر، أكتر حاجة تفرحك إنك تشكر على الحال اللي أنت فيه، صمم صمم إنك تشكر، خلي نغمة حياتك نغمة شكر. تاني كلمة على حرف الصاد، أول كلمة صمم إنك تشكر، تاني كلمة صلي الصلاة دي، علمني يا رب إن أحبك، علمني يا رب إن أحبك. إيش معنى الكلام ده أو إيش معنى الصلاة دي؟ علمني يا رب إن أحبك، رمية 8:28 حد عارفها؟ ونحن نعلم إن كل الأشياء تعمل معا للخير. الله، إحنا عارفين النص الأولاني بس النص التاني مش عارفين، للذين يحبون الله. لما تحب ربنا من كل قلبك كل أمور حياتك تقول للخير، كل أمور حياتك تقول للخير، كل مشكلة بتمر بيها، كل ضيقة بتمر بيها، كل تعب بتمر بيه هيقول للخير. لو أنت بتقول لربنا علمني أن أحبك، كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. طب يا رب أنا بحبك، هاي خلاص هحول كل حياتك للخير. خد معايا مثل كده البابا كرولس السادس سلام الرب عليه، بابا كرولس مر بمشاكل وضيقات وياما، اول ما كان راهب في مريمينا مصر القديمه في الطاحونه، الراجل مرضيش يطلع له الميه وصلى قداس ولا بعت له مريمينا والمشكله اتحلت. بتعمل ليه كده يا ابونا مينا المتوحد؟ اصل انا بحب ربنا وعايز اصلي قداس كل يوم، انا بحب ربنا من كل قلبي. طيب موقف تاني، لما بقيت بطرك الناس اتجمعت قالوا ايه البطرك الجاهل ده اللي عايز هتعمل ايه يا سيدنا؟ هنصلي بس، مفيش خطط للمستقبل، مفيش، لا احنا هنصلي القداس، تصلي بس كده وتعمل تسبيحه وتروح صلاه نص الليل وتعمل التسبيحه وتصلي القداس بس كده، قال هنصلي عشان بحب ربنا وببكر ليك، باجي بدري خالص وبعمل التسبيحه وبصلي وبتناول كل يوم. اكتر بطرك عمل قداسات 12000 قداس، 12000 قداس. طيب هيعمل ايه؟ الراجل اللي قام بالمؤامره دي مات وربنا تصرف فيه. كل كنيسه كانت بتتقفل، كل ضيقه كانت بتيجي على الشعب، البابا كرولس اللي كان بيحب ربنا كان بيرفع قداسات وربنا كان بيحلها، كان بيحلها. البابا شنوده بتحب ربنا؟ البابا شنوده كان ليه شعار جميل كلنا حافظينه، ربنا موجود كل الخير ومسيرها تنتهي. تيجي نعكسها، مسيرها تنتهي لأن ربنا موجود وكل الخير، أو مسيرة تنتهي ويبقى كل الخير عشان ربنا موجود. مين اللي يحس بالقلب ده؟ مين اللي يبقى فرحان بالوضع ده؟ القلب إيه؟ اللي بيحب ربنا. صمم إنك تشكر، صلي علمني أحبك يا رب، صلي علمني أحبك يا رب. البابا شنودة كان كتب كتاب جميل اسمه الله وكفى، الله كفاية، مش عايز حاجة تاني في حياتي، الله وكفى. يا ريت يا ربنا يدينا ونقرأ الكتاب ده. ومعك لا أريد شيئا على الأرض، أول كلمة صمم إنك تشكر، تشكر على الحال اللي انت فيه، خلي نغمة حياتك نغمة شكر، نغمة شكر. الكلمة الثانية صلي علمنا حبك يا رب، كل يوم قول الآية دي من فضلك، علمنا حبك، زود محبتي ليك يا رب، زود كلامي معاك يا رب، زود قعدة إنجيلي معاك يا رب، صلي علمني يا رب أحبك. أول كلمتين خلصوا، تالت ورابع وخامس كلمة تبدأ بكلمة ابتعد، سيب يعني اترك، ابتعد من فضلك، ابتعد عن مقارنات. بنبص لبعض كتير وده سبب تعبنا، بنبص لبعض كتير وده سبب تعبنا. مين فاكر المسيح قال لواحد انت مالك؟ قال له واحد من حبايبه ومن تلاميذه انت مالك؟ حد فاكر؟ قال لبطرس، برافو، قال لبطرس، ظهر لهم بعد القيامه وبيتكلم مع بطرس، يقول له يا بطرس انت يجي وقت وواحد يمنطقك ويشيلك وتمجدني بالموته بتاعتك، وبيقول له على خطط مستقبليه ليه لبطرس. راح بطرس بطس ليوحنا كده، وده ماله؟ قال له انت مالك، قال له انت مالك،
وانت مالك، خليك في حالك. كأن ربنا حاطط لكل واحد خطة ماشي بيها، مش لازم نبقى شبه بعض. في ناس بتقلد حتى في الطريقة، في الكلام، في ناس حتى بتقلد في المشية، ناس بتقلد في المعيشة. بنبص لبعض كتير، والمقارنات دي سبب تعبنا. ابتعد عن المقارنات عشان تبقى فرحان. إذا قعدت تبص ده عنده وده ما عندوش هتتعب، وفرحك هيضيع، فرحك هيضيع. كل واحد ربنا عامل له خطة ماشي بيها عشان يوصل للملكوت. في مرة واحد قال العبارة دي، قال ربنا عمل لكل واحد قالب وصبه. ده القالب ده بتاع سين، وده القالب ده بتاع صاد، وده القالب بتاع فلانة، وده القالب بتاع فلان. بعد ما عمله راح كسر القالب ده عشان محدش يبقى زي حد تاني، عشان محدش يبقى زي حد تاني. من فضلكم ابتعدوا عن المقارنات علشان تفرح، علشان تفرح. قصة مشهورة بتقول ان في واحد جنيني بيسقي الزرع، بس ما كانش لسه فيه خراطيم، فبيشال زير وزير، وكل هو ماشي بيحط الزير ده ماسكهم بعصايه من النص كده، في واحده قدره فيهم مشروخه ولا زير مشروخ. تخيلوا معايا كده في قصه فانتازيه، يعني الزير المشروخ ده بيقول له يا صاحبي انت ليه كل مره بتملاني ميه، ما انت عارف ان نص الميه ولا تلت الميه بتضيع مني في الارض، ما ترميني وتجيب لك زير تاني ما سليم وحلو، ابقى زي اختي السليمه دي. الزيرين بيتكلموا، قال له انا احسن منك، انا الزير، انا سليمه مش مشروخه. راح قال لها انا عايزك تبص كده للناحيه اللي من ناحيتك انت، الطريق اللي انا بمشي فيه ده كل الحته دي مليانه بالورود. كل واحد ليه خطه عند ربنا، ليك دور في الحياه، وليك خطه عند ربنا. ما تبصش لواحد عنده ايه وما عندكش ايه، كلنا ربنا مدينا اللي مكفينا. ابتعد عن المقارنات. اول كلمه حد فاكرها، صمم انك تشكر. تاني كلمه، صلي علمني احبك يا رب، علمني احبك يا رب، خليها تدريب يومي ليك. رقم ثلاثة، ابتعد عن المقارنات. رقم أربعة مهمه جدا، ودي بيدرسوها علم النفس وعلم المشوره والتنميه البشريه حاليا، ابتعد عن الشفقه بالنفس. عارفين الشفقه بالنفس يعني ايه؟ اصل ده حالي، جات الحزينة ايه؟ ما لقتلهاش مطرح. كتير بنعمل كده في حالنا، يعني اصل انا حظي كده. طب اعمل ايه؟ كل ده بيضيع روح الفرح اللي جوانا، اللي عايز يدهولنا ربنا عايز يفرح. فلا تكن الا فرحا، فرح الرب هو قوتكم. ايات كتيرة عن الفرح، الشيطان بيحاول يبعدنا ويدوس على النقطة دي بالذات، يعني كده الشفقة على النفس. أصل أنا ماليش حظ في الدنيا، أصل أنا اللي هو تدور يمشي في السوق ما يعضوش غير اللي مش عارف إيه في السوق، أمثال كتيرة. قصة جميلة عن أم تريزا بتقول إيه؟ أم تريزا سألوها أول ما غيرت شكلها خلاص هتروح كالكوتة في الهند، أنت معاكي رايحة تعملي إيه في الهند؟ تعملي ايه؟ قالت لهم راح اخدم الناس وابني لهم بيوت واساعد المرضى وابني لهم مستشفيات. حلو، معاكي ثروه الكلام ده؟ معاكي فلوس؟ قالت لهم معايا 3 بنس بالعمله بتاعت زمان 3 قروش. حد مننا الشباب اللي هنا؟ لا اكيد مش عارفين. القرش الصغير زي السنت يعني، او زي العشرة سنت. معايا 3 قروش. ضحكوا عليها كده، قالت لهم انتوا تقصدوا الغنى الكبير، انا معايا 3 قروش، بس الثلاث قروش دول في ايدين ربنا، يساوي ايه؟ يساوي الدنيا وما فيها. قالت لهم كده، يساوي الدنيا وما فيها. كان بلد فيها حاجات على ام تريزا؟ حد يعرف الاحصائيه اللي عملوها؟ 150 دولة، مش بيت واحد بس، بيوت. لو كانت الام تريزا شفقت على نفسها، اجيب منين واروح فين واخدم ازاي ومين اللي يساعدني ومين اللي يديني الفلوس ومين اللي يديني المال، ما كانتش خدمت.
مثل كان بيقولوه في الصعيد، عارفين المعدداتيه لما يكون في موته ويجيبوا ناس تسخن ويصوت ويعمل، وانا اسف اليوم النهارده كده يعني، فبيقول لهم ايه شقيانه، وقلت من يومي هبعمل ايه، واحده بتقول شقيانه وانا قلت من يومي، وزعوا المصايب طلع الكبير كومي. تخيلوا في ناس عايشه بنضحك بس في ناس عايشه بكده، صدقوني في ناس عايشه بكده، شقيانه وقلت من يومي، طب من يومي شقيانه اعمل ايه، لما يجوا يوزعوا المصايب طلع ايه النصيب الكبير هو الكون بتاعي. لا لا، ابن ربنا يقول نصيبي هو الرب، هكذا قالت نفسي، نصيبه هو الرب هكذا قالت نفسي. من فضلك ابتعد عن الشفقه بالنفس، حالك مش كده، حالك مش كده، هدف ربنا ان يفرحك في العالم، هدف ربنا حتى لو تعرضت شويه حزن وشويه ضيقه ربنا يفرحك، ربنا يستخدم الضيقه دي عشان تقرب له اكتر وتمجد اسمه اكتر. اوعى تخلي الشيطان يضيع منك الفرح ابدا ابدا. اول كلمه تاني، صمم انك تشكر، افتكر القول ده، خلي نغمه حياتك نغمه شكر، اشكرك يا رب، نشكر الله زي ابونا اللي بيقول نشكر ربنا، خلي نغمه حياتك نغمه شكر. تاني كلمه، صلي علمني احبك يا رب، وافتكر الايه، كل الاشياء تعمل معا الخير للذين، طب علمنا ان احبك زياده عشان كل الاشياء دي تقول للخير. الكلمه الثالثه، ابتعد عن المقارنات، ابتعد عن المقارنات، ما تبصش لحد، ما تبصش لحد. الكلمه الرابعه، ابتعد عن الشفقة بالنفس، الشفقة بالنفس بيدوس عليها الشيطان كتير عشان يضيع منك الفرح، عشان يضيع منك الفرح. الكلمة الخامسة والأخيرة، ابتعد عن الكلام السلبي، الكلام السلبي، وعن الناس اللي عايشة حياة التذمر، عن الناس اللي عايشة حياة التذمر. في ناس عايشة معاها لازمة، سعد زغلول قال ايه، بس كل ما تروح لواحد يقول لك مفيش فايدة، تقعد معاه يقول لك أصل مفيش فايدة، أصل أنا مش هتغير أبدا، أصل طول عمري هفضل كده. تفتكروا ده كلام ربنا؟ قصد ربنا إن يبقى الإنسان كده؟ لا، عمر ما كان قصد ربنا إن الواحد يبقى عنده لازمة واللازمة دي عايش بيها واللازمة دي توصله إنه ما يدخلش الملكوت وما يوصلش السماء. تعيش مع واحد ما يعجبوش العجب ولا كده، ما يعجبوش العجب خالص، ما يعجبوش العجب. خلي كلامك نشكر ربنا كله الخير، مسيرة هتنتهي هتتعدل، أصل ربنا هيتصرف، ربنا مش هيسيبني. في واحد بيبقى وسط الدايرة وسط المشكلة، ولا قداسة البابا كان عاملين عليه الحصار عن في الدير، وقاعد يرنم جوه ويقول لهم عايزين كام حديد، قول عايزين كام، عارفين المعجزة دي، قال له عايزين 30 طن، حاضر 30 طن حديد واسمنت، عايز حاجه تاني؟ لا امضي شنودة. جبت منين السلام والضيقه؟ ده المفروض انت يبقى متضايق وتعبان ومتنكد ومتعكر، لا، سلام الله الذي يفوق كل عقل، كل عقل. جه منين الكلام ده؟ قداسه البابا كان عنده كله للخير، ربنا موجود، سير هتنتهي. اه لازمه، بس لازمه ايه؟ لازمه ايجابيه، لازمة إيجابية. واحد عنده كلام إيجابي يقوله، كلام إيجابي، كلام إيجابي يقوله. من فضلك ابتعد عن الكلام السلبي اللي ما يبنيش، ابتعد عن الكلام السلبي اللي ما يبنيش. وانت ماشي في طريق الملكوت افتكر انك تبقى فرحان. لما جه المسيح يشبه الملكوت شبهه بإيه؟ بعرس. هو العرس يعني إيه؟ يعني فرح. ادخل الى الله فرح سيدك، ادخل لفرح سيدك. انت زمان قال له مالك يا ابن الملك حزين، انت مالك مريض وتعبان، واحد شار على ابن داود زمان قال له مالك حزين ومالك تعبان، مالك حالك ما يسرش ليه كده، مالك مع انك ابن الملك، ابن الملك، انت بنت الملك، مالك حزينه ومالك متضايق ومالك مهموم، مالك؟ إذا كنت قديس أنطونيوس يقول إذا كنت تملك ربنا فأنت تملك كل شيء.
وإذا ما كانش ليك علاقة بربنا أنت لا تملك كل شيء حتى إن كنت تملك كل شيء. قديس سان بنطونيوس يقول الآية دي أو القول ده، إذا كنت تملك ربنا فأنت تملك كل شيء. عشان كده الآباء بيروح يترهبن ويسيب اللي وراه واللي قدامه ويسيب كل حاجة ويبقى عنده جلبية وفرجية وخلاص. أنبا أبرام كان يقول لا عزنة ولا حزنة. جبت منين الكلمة دي يا أنبا أبرام؟ عشان انت عايش فرحان بربنا وبتحب ربنا كتير كتير كتير. أنبا أبرام بيحب ربنا كتير كتير لدرجة مش فارق معاه الإمكانيات، يديله 10 جنيه واحد يقول له انا عايز 10 جنيه اتفضل 10 جنيه، يديله عايز ارداب بقمح اتفضل الارداب، يقول له عايزين فرش المطرانيه يقول له اتفضل فرش المطرانيه، يلم له فلوس عشان يبني مطرانيه يقول له ما هبني لكم مطرانيه في السماء. وكان فرحان وعايش بيحب ربنا من كل قلبه. اخر مره، اول كلمه صمم تشكر، خلي نغمه حياتك نغمه شكر. تاني كلمه صلي علمني أحبك يا رب، علمنا أحبك يا رب. من فضلك قولها كل يوم، كل ما تيجي على لسانك قولها علمني أحبك، علمني أحبك. لما تدخل محبة ربنا جوه قلبك تلاقي ربنا ماشي بكل الدنيا لحسابك، كل الأمور تقول للخير للذين يحبون الله. الكلمة الثالثة، ابتعد عن المقارنات. ابتعد عن المقارنات. طب إذا شفت واحد عنده خير كتير، المثل يقول يا رب يكون اللي ليك اللي ايه اللي عندك ايه من نصيبي، بيقولوها كده. لا احنا نقول كلام مسيح حقيقي، كلام حلو يعني كده، يا رب زيده ما تنسانيش. تعرف تقول العبارة دي؟ شفت واحد عنده فضيلة حلوة، شفت واحد، شفت واحدة عندها غنى وعندها وأسرتها جميلة، يا رب زيدها وما تنسانيش. ده ابن ربنا وبنت ربنا اللي يقول كده، يا رب زيده ما تنسانيش، اديني زيه يا رب وزيده هو كمان بس ما تنسانيش انا كمان، انا ابنك برضه. ابتعد عن المقارنات، ما تبصش لحد، ما تبصيش لحد، دي لابسه دي عندها دي معاها لحالها لحالها، بصش لحد. يا رب زيده وما تنسانيش، يا رب اديله اكتر برضه وما تنسانيش. ابتعد عن المقارنات. الكلمه الاولى صمم انك تشكر، الكلمه الثانيه صلي علمني احبك يا رب، الكلمه الثالثه ابتعد عن المقارنات، الكلمه الرابعه ابتعد عن الشفقة بالنفس. نصيبي وحظي واللي حصل لي واللي جرالي، عمر ما كان قصد ربنا في الحياة كده، بالعكس بالعكس. خلي دايمك نصيبي هو الرب، هكذا قالت نفسي. الكلمة الأخيرة ابتعد عن الكلام السلبي، خلي فيه لازمة في كلامك لازمة جميلة، نشكر ربنا على كل حال، أهو كله للخير، أنا واثق إن ربنا هيتصرف، أنا واثق إن ربنا هيتمجد معايا، أنا واثق إن ربنا مش هيسيبني، أنا واثق إن ربنا هيكمل معايا رحلتي، أنا واثق إن ربنا هيوديني الملكوت. أنا واثق، أنا واثق المسيح يشوفك كده تبقى فرحان ويفرحك أكتر وأكتر، يفرحك أكتر وأكتر. فلا تكون إلا فرحاً، فلا تكون إلا فرحاً. وافتكر إن فرح الرب هو قوتكم، فرح الرب هو قوتكم، ربنا يفرح قلوبنا. يدينا نعمة وبركة الإله أن كل مجد وكرامة من الآن والأبد.